طالما الموضوع قولي لي مكتوب عليا. ايوه حجزت طياره رايس تنزلي، رايس انا مش هحط حجزت على الشنطه وامشي. حجزت طياره تنزلي. ان انت دلوقتي لا احنا هننزل مش لا هنقعد. بص، قولوا لي كلام انا ما قلتوش، اتحطيت في مواقف انا اصلا ما كانتش بتاعتي، اتقص كلام ليا انا ما اعرفش اصلا انت ليه اتقص اصلا واتحط الكلام اللي هم محتاجينه، بس انا لقيت نفسي لابس مصيبه انا ولا اعرف عنها اي حاجه. طب اهدى 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 لا انا اهدى بس نسلم على الناس الاول. استني بس اهدى سيبني، نسلم. انا هنسلم وكل حاجه، بس انا بقول لك انا ما اعرفش دخلت في حوار انا ماليش فيه، لقيت الناس كلها داخله بتهاجمني، انا مال امي يعني، انا الفكره كلها اقسم بالله انا ولا شفت فيديوهات ولا عملت اي حاجه، انا كنت مجرد واحد كنت طالع لايف عادي على تيك توك زي ما بطلع بهزر مع الناس ونضحك مع بعضنا، دخلت مع اكرامي زي ما بندخل كده كل فتره كده نخش مع بعضنا جوله، داخل لقيت اتنين بيتخانقوا مع بعض، انا قلت بيهزروا الشيطان داخل ما بينهم. طب الموضوع وضح للناس مين الاتنين بس الاول. اكرامي هجرس واسراء. تمام، اكرامي واسراء كانوا فاتحين لايف ونمر طالع معاهم لايف عادي يا جماعه. انا مش طالع معاهم، انا كنت في اللايف عندي انا أيوة براحتي أيوة. زي ما بطلع كل يوم، الناس اللي متابعانا هناك عارفين بطلع كل يوم بطلع كده ساعتين ثلاثه بالليل على تيك توك يا جماعه. بنطلع عادي نهزر ونضحك مع بعضنا. لقيت الناس كلها اكرامي فتح خش ايه معاه جوله، بنخش نفضل هو نهزر نضحك نحكم على بعض تحديات دمها خفيف كده، فاهمين حاجه؟ لقيت نفسي مره واحده كده اتنين بيتخانقوا مع بعض، انا مش فاهم في ايه يعني، انا داخل مش فاهم في ايه، فالطبيعي اللي انا قلت ممكن يعني اهدي الدنيا، لقيت نار قايده، اتكلم مع ده اهدي، طب اتكلم مع ده اهدي، ما في والاتنين ما بيسمعوش، انا الاتنين ما بيسمعوش، انا ملغي يعني، انا قاعد ملغي من الموضوع كله. رحت بعت بسرعه الفويس لايه وانا في اللايف، قلت لها ايه بعد اذنك خش كلمي اسراء وطلعيها اصلا بره اللايف خالص، قلت ما هو يعني هو ده اذن نفك يعني نفك اللي بيحصل، لو هم من جنب بعض انا هم في امريكا واحنا في مصر فاروح لهم ازاي؟ لو هنا كنت بركب العربيه الخمس دقايق اكون عنده في البيت بالظبط. لقيت ما اعرفش اي عملت ايه، ببص اكرام اهدى يا اكرام. انا دخلت الاول بصراحه اشوف اللايف اشوف في ايه اللي بيحصل يعني، فلقيت ان هي مشكله هبله بين اي زوجين. للاسف يا جماعه عايزه اقول لكم حاجه، اللي الناس مش متخيله ان الناس اللي على السوشيال ميديا دول بشر طبيعيين بيتخانقوا عفوا بيتخانقوا مع بعض عادي، بتحصل ما بينهم مشاكل عادي، ده طبيعي وطبيعي يحصل في اي موقف وممكن في اي مكان يحصل. فهو للاسف هو فاجئها في اللايف لا ان مش هم فاجئها يا حبيبتي، هو فاجئها انهم راجعين. افهمي افهمي يعني هو اصلا كان طالع ما فيش حاجه. أيوة الناس بتقول لنا يعني الناس كان بيقول احنا كنا عنده في اللايف ما كانش في حاجه بيتكلموا. كم حد سال انت هترجعوا امتى؟ اكرام بيقول خلاص قريب وهنرجع، ارجع باين يوم الجمعه وحاجه زي يوم كده. يوم الجمعه انا حجزت وكده، فهي اتفاجئت انه حجز. هو عادي طبيعي جدا، انا لو مسافرين انا وايه دماغي اتسحلت في كذا حاجه وحجزت من غير ما اقول لها، وجيت قلت لها ايه هنسافر ان شاء الله كمان كام يوم. تمام. طالما انا وايه خلاص يعني رجعنا على رجل بعض، انا هنروح مع بعضنا هنرجع مع بعضنا كده. هي كانت مشكلتها يا جماعه ان باقي على الترم هناك اسبوعين، فكان مثلا بدل ما تحجز الاسبوع الجاي احجز الاسبوع اللي بعده، دي نيتها يعني. هي برضو يا نمر هي مش غلطانه في شيء ولا هو غلطان، انا ما بغلطش الاثنين وانا ما بغلطش الناس، بس اللي داخله تقول هم غلطانين ويطلقوا اقسم بالله في ناس تحس اللي هم عايزين يضربوا بالجزمه بجد. وانت غلطانه ليه رجلك مش على رجل جوزك؟ هي ما بتفكرش في نفسها يا جماعه، هي مش قاعده هناك بتتفسح وبتعيش اجمل ايام حياتها، دي واحده اولادها اهم حاجه عندها يعني، مصلحه اولادها يعني. انا عن نفسي لو هرماز باقي لها اسبوعين على الترم طبيعي ان انا هناقش نمر واقول له يا نمر انت حجزت بعد اسبوع ليه؟ طب ما تحجز بعد اسبوعين، ده طبيعي. اسراء مش غلطانه واكرام برضو مش غلطان. طبعا اكرام على فكره هناك كان عنده مشكله في ظهره وراح بيتعالج هناك، وكان عنده هناك شغل ما اعرفش يعني تفاصيل كتير، بس اللي انا عارفه يعني الحاجات البسيطه اللي انا عارفها بقولها لكم. فهو كان عنده هناك بيتعالج وراح سياحه، بيخرج شويه بالمره ويخرج عياله ويروح ديزني لاند وبتاع، هو بيفرح عياله. بس هو من الاساس رايح للعلاج يعني، هو من الاساس مش فقال ياخد عياله بالمره عشان خاطر ايه بالمره يعني، منها يخرجوا يتبسطوا. تمام كده، ده حد هنا حلو زي الفل. وهناك لازم اول ما تودي اولادك لازم حتى لو انت اجازه او سياحه لازم تدخلهم مدارس عشان ما تضيعش عليهم. ده اللي احنا برضو عرفناه مؤخرا، انا الحاجات يعني دي كلها انا عارفها فبقولها لكم، او انا سمعت عنها فبقول لكم. احنا زينا زيكم ما كناش نعرف. فجي اكرامي المفروض ان هو يطول شويه، اضطر الوقت يطول. هم قالوا له يا جماعه استنى، هم قالوا له 10 ايام، للاسف الموضوع طول يعني الدكاتره لا لسه هتتشخص كذا، لا لسه عايزين اشعه كذا، اضطر هيطول حبه حلوين يطول. من الكتمه وعنده مشاكل هنا، كان عنده مشاكل هنا في البيت وفي الشغل في حياته. اكرامي من كتر اكرامي مشكلته عامل زي عيال صغيرين اقسم بالله.
بيزعل من اقل حاجه وزعله حساس مش يعني قصده مش زعله مش اللي هو الطبيعي اللي ممكن مثلا ايه يتكلم كلمتين ويسكت, لا ده ممكن يقعد فتره مكتئب لدرجه من فتره يعني الناس عارفه جاله جلطه بسبب الزعل. آه اكرامه هو هناك جاله السكر وللاسف نسبه الكوليسترول عاليه جدا جدا جدا. فهو قام عامل ايه؟ قالوا له دي نفسيتك تعبانه بسبب انتوا عارفين الضغط هناك شديد, ما فيش اماكن للسكن كويسه, ما يعرفش ومبهدل يعني برضو المصاريف هناك كتير والدنيا طبعا. هناك مختلفه عن هنا 180 درجه. هنا في وسط اهلنا وصحابنا واخواتنا وكلنا مع بعضنا واللغه بتاعتنا بقى يعني نتناقش مع بعض. هو دخل في وسط عالم مش عالم بتاعه, الناس ما يعرفش حد هناك, الدنيا فتحت معاه برضو. الناس اللي هتقول طب هو مضطر لكده, اه مضطر لكده لانه رايح للعلاج, مش رايح يلعب هناك نهائي. فالضغط ده كله سبب له اللي هو قاعد تعب وجاله السكر. فهو خلاص لا, الدكتور اللي هو كان متابع معاه قال له اعمل اللي يريحك عشان خاطر انت داخل في حوار تاني من امراضه وبتاع من كتر النفسيه. فاكرمها عمل ايه؟ رجع مع عند الدكتور, راح حجز طيران اللي هو المفروض يرجع خلاص واتشغل. ما قالش الاسراء تمام, يعني ده اللي فهمناه لان هما ما بيردوش علينا نهائي. يعني ما بقالهم كام يوم ما بيردوش. ما بقول الكلام ده يعني احنا عارفينه بقالنا مثلا 4 ايام ولا 5 ايام يعني لما اخر مره كلمناهم او 3 ايام يعني مش فاكر يعني مش فاكر الايام بالظبط. آه لما كلمناهم في التليفون ده اللي احنا عرفناه في الفتره دي كلها. كل موضوع السكر, موضوع الضغط, موضوع كل الحاجات دي, بس ما نعرفش انه حجز نهائي. اقسم بالله ما اعرف عشان بس الناس اللي عارف عشان خاطر ما حد اسراء ما تجيش تقول انت كنت عارف. انا في حاجات فينا يعرف. انا والله انا ما كنتش عارف الكلام ده خالص ولا افهم اي حاجه بزي. انا اللي انا بقوله وطلع بس ارد على كام حاجه وبس. فجاء اكرام راح حجز. اسراء قالت لا طب ازاي ده مستقبل العيال ومستقبل الدنيا. فانا اتقطع كلامي, هي اسراء كانت منزله فيديو اتقطع كلامي وهي وانا بقول لها انت صح وانت ما اعرفش ايه, وانا فعلا هي صح مش غلط, بس انا في نفس الوقت برضو بحاول اهدي الدنيا. وقال الاكرام انت برضو انت صح يعني هو هو راجع عشان نفسيته ما يموتش هناك ولا يتجلط هناك. مش هلاقي حد يعني ربنا يا رب يديله الصحه. مش هلاقي حد يدفنه يعني. انا بتكلم بكل صراحه وكل وضوح يعني هو هناك هيتبهدل لسبب لانه ولا بلده ولا يعرف حد هناك ولا حد يعني كل واحد في حاله وكل واحد في دنيته وفي شغله, والناس متبهدله هناك برضه في حياتها وفي شغلها وفي بيتها. واللي هيقف معاك مره مش عارف يقف معاك التانية بسبب برضه انشغال في الدنيا. فاضطر انزل. قلت له اكرم انت برضه صح, طب انزل اهم حاجه صحتك. اسراء عشان خاطر عيالنا, انت برضه صح عشان بتفكري في مستقبل عيالك. بس يا جماعه في حاجات كده ما تتناقش في العلن مهما كان, مهما الناس اللي قدامك يعني ضغطوك. وللاسف رد الناس طلقها انت غلط. ليه 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 ما نقولش انت غلط ولا انت صح. لما نيجي بص الكلام اسراء بعد اذنك بص الموضوع طالما يعني حجزت طيران تنزلي الشيطانه داخل ما بينهم. بص يا اكرامي الموضوع طالما انا لو مكان اكرامي بتكلم مع مراتي والموضوع في علاقه ببيتنا وعيالنا لازم نسمع بعض كلنا. ده الكلام اللي ما اتحطش في الفيديو صح. ده الكلام ما اتحطش في الفيديو متخيلين. لما افتح لايف بنهزر مع الناس فيه وطلعنا في نفس الوقت ان انت دلوقتي. انا عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي يا جماعه. استنى نمر يا جماعه بالله عليكم اللي يدخل يتكلم معاهم حتى لو في كومنت راعي نفسيتهم الاثنين. ما تقفش مع واحد ضد الثاني حتى لو انت حاسس إيه؟ انا عملت ايه من كتر ما كنت هتجنن ايه؟ انا عملت ايه؟ انا لقيت نفسي مش عارف. انا قلت ممكن اقول مثلا قلت كلام ما يصحش ناسي. دخلت جبت اللايفات اللي متسجله اي لايف بيسجل اي لايف. هو لا هو اصلا اللايفات بتبقى متسجله على التيك توك اصلا نفسه. فدخلت قلت اسمع انا عملت ايه ولا قلت ايه. لقيت نفسي حرفيا متشال تلات ارباع كلامي ومتحط كلمه صاحبك اهو صاحبك اخوك اهو بيقول انا اللي صح. فانا عمال اقول انا صح في ايه؟ هي برضو مضغوطة يعني. هي الله يكون في عونها بس انا برضو ما البس مصيبة مش بتاعتي. الناس داخلة كلها بتحاسبن عليا وداخلة بيهاجموني. انت ازاي مش واقف مع الصح بجد؟ يا جدعان صح ايه؟ هي مش حرب. مراعاة للناس, مراعاة ارجوكم يعني بجد. الناس اللي بتحبني هنا, الناس اللي بتثق فيا هنا, بالله عليكم لما تدخلوا بص بالخير بص بينهم. مش هننزل دلوقتي راح. هو قال لا ده انا بنزل. انا ما اعرفش اصلا ان هو حاجز الجمعه الجايه. هو ازاي اصلا يفاجئني ان احنا نازلين يوم الجمعه؟ ده برضه ما يصحش ان هو هننزل. انا مش هروح الجمعه الجايه مصر. هننزل ان شاء الله. هننزل والناس البنات الامارات اللي بيدخلوا يقولوا له طلقها. انت ترضي ان حد يقول لجوزك كده؟ ده سؤال ده بسيط. طبعا انا عارفه ان اللي عندنا بفضل الله ناس محترمه جدا. انا واثقه ان اللي عندنا هيدخلوا بالخير. بس
انا عايزه اللي عندنا يدخلوا يقولوا يصالحوا ما بينهم، يقولوا لهم الشيطان دخل بينكم، ما يقعدوش يقفوا مع ده على حساب ده ولا على نفسيه ده. الاثنين مضغوطين، الاثنين في غربه، الاثنين يا جماعه يعني في حاجات كده ما ينفعش نقولها، المفروض انتوا تبقوا حاسين بيها. يعني ايه واحد في غربه وما عندوش اي حد وما بصوا انا بتكلم، انا عمال اسكت الناس. بصوا عشان بس الناس بتقول لي ايه ما ينفعش انت تتكلم في اللايف، انا ما اتكلمتش، انا مش علاقه بالموضوع اصلا. يعني بص انا هنا طالع بتكلم في ايه، اول حاجه بس ترى ايه اللايف نستمتع كله، بسكتهم عشان ما يتكلموش في مشاكل. فاحنا نفكر واحده واحده، يعني نشغل دماغنا كده شويه. انت صح وهي صح اهو، يعني انا قلت اهو، يعني ما جيت يعني انا بقى كلمه انت صح دي هي اللي اتحطت وانت صح دي اتشالت. انتوا فاهمين حاجه؟ يا بصوا طالما رايحين سياحه دخلتوهم مدارس عشان احنا خاطر جايين قاعدين في لوكي، كنا جايين هنا في فتره ان مفيش دراسه في مصر عندنا. لما جه علينا الدراسه بعد يعني جينا هنا في اسبوعين، لما جينا اسبوعين حصل دروب معانا هنا. محدش يعرف ظروف الناس الداخليه. انتوا كل اللي بتشوفوه على الشاشه ده 1% من حياة أي إنسان أيا كان هو مين، فهم في حالة ضغط رهيب سواء هو أو هي. هما مش قاعدين هناك عمالين بقى بيتفسحوا والدنيا معاهم جميلة، لا هما رايحين لظروف. ومش معنى ان هما محترمين ما بيحكوش عن ظروفهم للناس ان الناس تستغل كده. ده انتوا رايحين تتفسحوا، ما تنزلي يا حبيبتي، ما تخليكي مع جوزك، ما هي خايفة على أولادها برضو. بقي أسبوعين، انت لو أم هتعملي ايه؟ يعني انا ام اكيد خايفه على صحه جوزي، ممكن اقول لجوزي ممكن تسبقنا باسبوع لو انت مضطر، لو مش مضطر استنى معانا الاسبوعين. يا اكرامي واسراء ده بيتكم، بيتكم امانه قسما بالله، قسما بالله اكرامي كل شويه بيكلمني بيعيطلي بيعيطلي من كتر التعب اللي هو فيه والله العظيم. بصي بس الناس بس ايه، مصحف ربنا اهو، والمصحف ده على عينيا انا بقول لكم كلامه خلاص. اقسم بالله اكرامي كل يعني كل ما اجي اكلمه الاقيه بيعيط ونفسيته متدمره من كتر اللي حصل له. اكرامي تعبان فهو غصب عنه اكرامي بيتحمل، معنى لو وصل المرحله دي فهو خلاص فبيل كل زي ما بيقولوا. فانا يعني ادعوا لهم يا جماعه، ادعوا لهم ادخلوا بالصلح. صدقوني الوقفه اللي انتوا هتقفوها دلوقتي مع اي انسان هتترد لك في حياتك. ده حقيقي والله، احنا حاولنا مليون مره مش عارفين نوصل لهم، ما بيردوش خاص نهائي. طيب تعالوا بقى اقول لكم على حاجه، نقطه ان احنا نوصل لهم ما نقدرش، هنوصل لهم ازاي؟ انتوا لو بدانا توصلوا لهم ازاي؟ لو هم هنا كان زمان عندهم. اللي عنده حل يقول، اللي عنده حل يقول انا نقدر نعمل ايه، اكتبوا لنا في الكومنتات تحت برضو يعني. وبلاش نغلط حد بالله عليك، احنا اقول حاجه مش محتاجين نقول مين غلط ومين صح، احنا مش موجودين في الدنيا عشان نقيم بعض. صح. احنا كل واحد عارف الصح وعارف الغلط. عايز فعلا تقول كلمه حلوه قول العلاج، ما تجيش تقول انت غلط. طب غلط طب وبعدين يا معلم قول لي الصح ايه. ما تجيش انا برد على الناس اللي هي فعلا كانت داخله بتهاجم، لكن انا يعني الناس بقى اللي عندي بقى واخواتي اللي موجودين والناس بتوع حوارات ومقلب عيب عيب يعني. لك ما تجيش بص في حاجات ما ينفعش ارد عليها اصلا، في لازم نرد، في حاجات ما ينفعش ارد عليها اصلا. انا مش يعني تقليلا، بس في ناس من حقهم يبقوا متاكدين ان احنا مش هنطلع نشترك في مقالب. اللي عنده حل يكتب لنا في الكومنتات تحت. والله العظيم انا ولا زعلان من اكرام ولا زعلان من اسراء، هو اكيد في زعلانين عشانهم يعني مش منهم. الناس داخله تقول ازاي اسراء تقول كده، تقول اللي تقوله دي اختي واكرام اخويا. فانا مش زعلان منهم في حاجه، بس انا استغربت واتضايقت فعلا اللي الكلام بتاعي متشال واتحطت كلام معين. فانا حبيت بس طلعت يعني طالع اسمعكم بنفسكم عشان تسمعوا ايه اللي حصل. انا ولا قلت ده غلط ولا قلت انت غلط ولا هو صح ولا هما الاثنين صح. ده خايف على عمره وصحته عشان خاطر عارف ان لا قدر الله حصل له حاجه مفيش حد هيعرف ياخد باله من عياله. ربنا يا رب يديله الصحه ويبارك في عمره وهو بص كل هو كل حبايبنا. وهي نفس الموضوع خايفه على عيالها وخايفه على مستقبلهم، هي فاكره اللي هي حياتهم هتتدمر ومستقبلهم هيروح والترم السنه هتروح عليهم. هي زيها زي اي ام يعني، زي امي وزي اختي وزي اخوك وزي اختك، هي خايفه على بيتها وعلى عيالها. هو مش غلطان وهي مش غلطانه، كل واحد صح من وجهه نظره فاهمين حاجه. ولو اي حد بيفهم هيقول هما الاثنين صح، بس الفكره كلها اللي حصل اللي هما الاثنين بالظبط الشيطان دخل ما بينهم، الدنيا ولعت ما قدروش يستوعبوا اللي هما في لايف، الموضوع فتح منهم. اكرامي دلوقتي سايب البيت وبايت في الشارع، وهي اسراء ما اعرفش الله اعلم بقى عشان مش عارفه اوصل لها ومش راضيين يرد. لا يعني اكرامي بيرد ولا اسراء بترد، فيعني انا مش عارف اقول ايه. فان شاء الله ربنا يهديهم. الناس اللي تقدر تساعد بحاجه بكلمه تقول لهم تنصحهم تقول لهم فعلا كلمه تنفعهم مش مجرد كلمه وخلاص. بس ده اللي احنا كل ده كل اللي احنا طالبينه منكم. احنا ولا طالبين اي حاجه في الدنيا، اللي يعرف يساعد بكلمه كويسه يكتبها في الكومنتات تحت او يخش ابعت لهم. واللي موجود هناك ويقدر يوصل لهم او يحاول يعني يعمل حركه حلوه منه يبقى كتر خير. خير بجد يعني كتر خيركم، بس مش هقول لكم اكتر من كده يعني.
بس مش مش هقول ايه كل الفيديو ده كل اللي احنا وانا والله العظيم هحاول اكلمهم النهارده واشوف الدنيا فيها ايه. يعني انا هحاول اكلم وافضل يعني انا مش بقى همل, انا هكتسب بيهم مليون مره هي مش هيردوا, هفضل بوراهم لحد ما يردوا واحاول على قد ما اقدر. يعني مش عارف لو قدرت اصور وافهمكم برده ايه اللي هيحصل هقول لكم, لو ما قدرتش سامحوني عشان خاطر انا ما بحبش اطلع اتكلم في مشاكل وحوارات. يعني دي مش بتاعتنا عليكم احنا كل يعني كل الرسائل بتاعتنا بقت يا اما تزيق فينا انتوا بتتخلوا عن اصحابكم يا اما ايه المشكله دي واحكوا لنا بالتفصيل احنا وضحنا اهو عشان ايه مفهوم. اه يعني لو اي حد فيكم هيدخل يدخل بالصلح وربنا يبارك لكم. شكرا لكل شغل. حد بيقول كلمه طيبه. احنا عندنا شغل قلنا نخش بسرعه نقول لكم ونفهمكم قبل ما نعمل اي حاجه عشان بس الناس بس ايه تقديرا واحتراما للناس اللي فعلا خايفه علينا وبتحبنا وفعلا من عيلتنا. بس ربنا يبارك لكم وشكرا ليكم. باي باي.